في مدينة الزاوية المجاهدة هناك بعض الكتائب يعني تستدرج إلى المواجهة في هذه الأيام، وهذا والله لا يليق بهذه المدينة المجاهدة، مدينة الثورة. وهذا العمل هو من صنع أعدائهم، أوضعوا خلالهم الفتنة، يبغون أن تقع بينهم، لأنهم يعلمون أعداءهم، أعداء الزاوية جربوها سواء كان من جماعة حفتر ولا من أعوانه في تلك المنطقة الغربية، يعلمون بلاء أهل الزاوية عندما يجتمعون، إذا خرجوا لمعركة يحسمونها بقدرة الله في ساعات قليلة ويرجعون. وهذا عدوهم لا يسرهم أن تبقى الزاوية بهذه الصورة، كل ما تخرج لمعركة تحسمها في وقت قصير.